بسم الله ربنا ثبت أقدامنا في مواجهة أعدائك يا كريم عظيم انصرنا عليهم نصرا مبينا يا نصر. قتل انخرصوا أي لعنوا طردوا من رحمة الله التي وسعت كل شيء. الخرصون اليوم صنعتهم الكذب على الله، وشكون يقرب على الله أكثر هو بنو الصهيون والكرب. بنو الصهيون يدعون أنهم أحباب الله وأبناء الله وخاصة الله ومن هذا الكذب اللي لا حق ريحة حق فيه. والكلاب ولاد عمهم هم الكرب اللي رفضوا القرآن من أول إلى آخره ولم يبدو في أغلب أحيانهم استعدادهم أن يقبلوا شيء من القرآن، وربما بعد يستزيدون من قبولهم من آيات أخرى من القرآن. هذا تاريخ الثابت عنا لم يقع. ولهذا يقول ربي قتل الخرصون. أشكونهم ربي يقول في الآية التالية آية 11 الذين هم في غمرة تنسوا في غمرة الانسوسيونس ينزلوا هال 100% ما تنسوش شو عندهم يفهم القرآن اللي هو قمة دقة الكلام وكلام الله الذي لا فيه لا اغتراب ولا تناقض ولا نسيان. ربي لا يغفل ولا ينسى، لا يظل ربنا ولا ينسى شيء. إذا كان وضع القرآن محكم بهذه درجة من الحكمة المطلقة فأعلم أن هذا القرآن لا يكون تنسيبه إلا الله سبحانه وتعالى. وأنا نقول في هذا الموضوع على الكلام القرآني تلقى الترجمة إلى كل لغات العالم، فاتت ترجمة إلى أكاذيب بني صهيون قالوا عن التوراة وهي ليست بالتوراة، والاخرين من امثالهم قالوا عنا الليفونجيل. وقت اليوم عندهم ملا انواع ومنسوبه الى قديس لوكا قديس كذا قديس كذا، يعني ماهوش مرجعيته ما قاله فلان وفلان. ادعوا اليوم قديسون وكونوا من الحواريين عليهم رضوان ومهم شيء. تبدأ تقرأ ترى اللي ليس هناك أي إشارة أن الله هو يتكلم في هذه الكتب اللي مبعثرة لمتقاش قص مشترك بينها، مرة جيزوس مرة جود مرة كذا مرة جود. أنت ماشي ولعبوا كما حبوا وشتهت أنفسهم مريضة ليعبث بها الشيطان أيما عبث لا يمكن أن يتصوروا عاقلا. والسلام على أهل الإسلام.